يوم يتغير ما امزح ابدا. فهذا اعتقادي، انا اعتقادي الجو. حتى امبارح لاحظتوا انه كيف سيدرا تحكي معاكم، يعني واضح منها قديش تعبانة كانت. تعرفوا وجبة الاسكالوب مبارح على قد مو طيبة ما قدرت كملها. لا عن جد عن جد، يعني مو انه طيبة، مو انه ما طيبة وما كملت، والله العظيم طيبة كتير. بس انا يعني من النوع اللي ما باكل كتير، وانتو بتعرفوا هذا الشيء. بس تعرفوا حسيت بالليل، ليت اسراء قامت وسيدرا قامت تمام، يعني بالدور، ففتح الميكروويف وقعد عم ياكلوا من الوجبه. عرفت كيف؟ انه هلا اخذوها شوفوا هالمنظر. اوكي انسى ما كملت لكم انه يعني التنتين امبارح فزع الميكروويف تمام. قلت لحالي حابب كملهم انا اذا فقت بالليل كذا هيك. ما عاد في لا بطاطا ولا كبده ولا شيء، حتى شفت سكلب بلد. ان شاء الله صحة على قلبه. اهم شيء هذا الظرف في الكاتشب قيمه من الميكروويف، لا سمح الله اذا ما شفناه وشغلناه مصيبه. هذاك اليوم تمام رفيقتي عم تقول لي انه في موقف صار مع رفيقتها تمام، يعني رفيقتي في موقف صار مع رفيقتها لرفيقتي، انه الاخوه مره انه عمره 8 سنين كان تمام. شو عمل؟ كان عندهم قطه وكانوا محممين القطه. اوكي وقال اجى اخوه اللي عمره 8 سنين بده ينشف القطه. اسمعوا اجل، قال بده ينشف القطه. وكيف بده ينشفها؟ حذروا شو عمل؟ قال راح حطها بالميكروويف وشغلها عليها. تخيلوا. قلت لها ايه طيب شو صار؟ قالت لي انه رفيقتها قالت لها انه اللي صار تخيلي انه القط بقلب الميكروويف انفجر. والميكروويف يعني اذا الواحد كان بيفتح باب الميكروويف يعني بيشوف اشياء، يعني شيء بأشعر البدن. قلت لها يا لطيف، يعني ولد 8 سنين معي على فكرة تمام. في ولاد عمره 8 سنين بيكونوا واعيين، في ولاد عمره 8 سنين ماشيين 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 وما عارفين شو عاملين. المهم تخيل انه حاط قطه بالميكروويف عشان ينشفها، يعني لوين. فانا اول ما حكيت لي السيره اول شيء ما صدقت، بعدين صارت تحلف لي قالت لك والله العظيم، وقالت لي انه صاحبه القطه يعني هي بيكون اخته، يعني الولد الصغير بيكون مين صاحبة القطة؟ هي أخته. قالت لي أبو وكيلك، قال إجت لعنا لابسة أسود. قالت لي رفيقتي، قالت لي لك فكرت إنه صاير شي بالعيلة معهم، هذا ميت. قالت لي تخيل إجت لعندي لابسة أسود. إنه كتير على زعلت القطة طبعا هيك. عن جد موقف ما حلو أبدا. حد يفسر لي هذا الحلم. أنا عندي صديق تمام على سناب شات، هاي حلمت إنه حذفني وأنا عصبت كتير بقلب الحلم، قال بدي أروح أقتله، لكن بدي أروح أقتله عشان يرجعني على سناب. تخيلوا إنه شو تفسير هذا الحلم؟ شو وضعه هذا الحلم؟ إنه حلم يعني حلم مضحك تمام، وبنفس الوقت بنرفز. قال فتت على سناب شات تمام، لقيت انه ما حد، لقيت هذا الصديق عندي، استكشفت انه حذفني. طلعت هيك عصبت ورحت لعنده. ما بعرف يا اخي، انا صاير احلم كل حلم والتاني اغرب، يعني كل حلم اغرب من التاني. صاير احلم ليش شلون لا ندري كيف ما اعرف. بس شو تفسير هذا الحلم؟ هو الحلم اني انا حدا صديق عندي حسبني على سناب ورحت
لعنده على البيت عشان بدي قلت له عشان يرجعني على سناب. شو له تفسير هذا الحلم ولا لا؟ لك لا لا لك انا يمناوي، بس الكاميرا الاماميه تمام بتورجي انه انت قاعد عم مثلا عم تسوي شيء بايدك اليسار او عم تشتغل بايدك اليسار. هلا مثلا انا عم صور هيك تمام، بتفكري هي ايدي اليسار وهي ايدي اليمين صح، ولكن انا عم صور بايدي اليمين هلا، عرفتي كيف؟ فانا يوم ثبت الكاميرا ببين اني عم اشتغل بايدي اليسار ولكن عم اشتغل بايدي اليمين، لان الكاميرا الاماميه ما بعرف ليش هيك بتعكس بين الاتجاهين. بس لو كانت كاميرا خلفيه، لا الخلفيه اللي عندي قصدي، اما الكاميرا الاماميه لا كيف هيك والله فت بالحيط. الكاميرا الاماميه اللي هي انا بصور فيها، اما الكاميرا الخلفيه تمام اللي بصور لك فيها مثلا قدام، عرفت كيف؟ فالكاميرا بتعكس كمان تلعب دور. يعني انت هلا بتفكر هي ايدي اليمين ولكن هي ايدي الشمال هنا، اوكي هي هيك ما بعرف كيف. لك امبارح على قد ما شميت فلفل وعلى قد ما عطست صرت خربت بين الكشكوشه والشكشوكه. لكن امبارح يمكن اكثر من مره خربطت فيها، يعني حتى الوالده ايام قبل كانت اللي عمار سوي لك شكشوكه، لا ماما سوي لنا كشكوشه تقعد تضحك كانت. فهي جملتين دائما مخربط فيهم ما بعرف ليش، مو مقصوده ولكن مخربط فيهم، انا مخربط فيهم بين الشكشوكه والكشكوشه. فمعلش امبارح كمان قد ما شميت فلفل وعطست يعني اكيد خربت. الله يعافيك يا رب. لا كيف ما اخذته مع الاغراض امبارح، اخذت البيض مع الاغراض كلياتهم، او اخذته لا البيض اخذته اخر شيء، عرفت كيف؟ بس الموقف اللي سامعي امبارح يوم حطيت البندوره المفرومه وكانت معفنه وخالصه مدتها وحطيتها فوق البصلات وفوق الفليفله الالوان، اوف تخيلي اني رجعت كبيت كل شيء وجليت المقلاية من اول جديد وفرمت بصل وفلفل الوان من اول جديد وميت قصة بقصة. بس اخر شيء عن جد طلعت طعمتها. انا اخي ما بعرف كيف بدي اطبخ لكم، انا لازم اطبخ، انتو لازم تدوقوا طبخي، انتو لازم تدوقوا طبخي يا عمي. انا صاير فنان طبخ لكن يا عمي، وهلا عم فكر اقوم اسوي فطور غير شكل، فطور غير شكله اللي انا بحبه. اخ ما اطيب الاكل يا عمي، اطيب شيء بالحياه هو الاكل صدقوني. الصراحه جد بدي ابدا بالفطور اوكي، بس المنظر هذا ما عجبني، وانا اذا ما شيء رتبته بايدي تمام ما برتاح ابدا. اللي هو هذا تمام، هذا الديكور او هذا الشيء كلياته لازم نرتبه تمام، وطلع كل الاغراض من تحت، واللي بده يكب ركبه، اللي بده اعاده تاهيل اعمله اعاده تاهيل. يعني هذا الرف عندي تمام لازم شو اعمل فيه، لازم رجعه يعني بحيث اني انا افتح باب الباب المونه تمام شوف المنظر بشهي صح ولا لا. فهلا بدي اطلع الاغراض كلياتها، انه الله وكيكم ما اجى على بالي اسوي فطور غير لاني زبطت هدول اجبار. يعني هذا الشيء تلقائيا يعني باي بيت تمام، يوم الواحد بيفتح وبسكر بيفتح وبسكر مدينه المونه بجيب اغراض، يعني بياخذ اغراض وبرجع اغراض بياخذ اغراض برجع اغراض، فاكيد كلياته راح يرجع يتلخبط، عرفتوا كيف؟ فهلا راح ارجع اعمل له اعاده تاهيل من اول جديد. اخر مره عملته يمكن صار لي شهر، اخر مره ايه في شهر اخر مره. انا هلا جيت عم اطلع تمام انه اذا في عنا بطاطا، مو بطاطا جاهزه بتيجي بالفريزر، لا بطاطا عادية يعني بطاطا جاهزه في عنا شايفين. وفي عندي حضروا شو، في عندي هي الشعيريه تبع الكنافه، احتمال اليوم اسوي لكم شوكولاته دبي بالبيت. فهلا بدي اعمل اعاده تاهيل لكل شيء بالرفهم وجهز وبرتب ونظف، لاني انا عن جد تعرفوني اذا ما رتبت شيء من تحت ايدي ما برتاح. يلا جاهزين، شوف اخوكم عمار شو عمل لبس طاقية وكيف هو عمل شيء تمام. هذا الكيس
فيه بهارات كبسة ومعدات كبسة وقصص زي هون عنا قشطة البوك. اوكي هذا كله فلافل لهون. يا لطيف شو في بهارات ويا لطيف شو في قصص. حبات زيت يا جماعة كتار. الله أكيدكم كتار يعني على قد ما تتوقع كتار كتار. كارثة كارثة عالمي. الخل والطحينة والقرفة. كم قرفة طلعت أنا؟ وهذا شو هذا؟ هذا الجوز. هذا اشتريته مستعمل تخيل. ما خلصت السمحة على فكرة. كورن فليكس كمان هذا. صار له عنا من أيام. شفت مريض ترى كان معنا. اشتريناه عشان كنا عن فترة من كورن فليكس محلي. هذا صويا صوص. عنا 2 صويا صوص. 2 زيت. كيس سكر. شطة حمراء جديدة. شايفين؟ هاي شطة حمراء. في أشياء لازم يعني في أشياء لازم بالبراد محطوطة هون ليش؟ دبس رمان معجون طماطم. مو دبس رمان، دبس بندورة. هذا دبس رمان. ليكم. مبارك حدا منكم قالوا لي إنه من بعد إذنك صورنا دبس رمان اللي بتشتروه اسمه يا ماما. دبس رمان كتير طيب. يعني من أفضل أنواع دبس رمان اللي ممكن تشتريه. هات أكياس معكرونة. لو أحيانا بتقولوا لنا إنه ليش بتشتروا؟ أحيانا يوم تروح على السوبر ماركت بتشتروا. شغلة ليش ما تجيبوه؟ فرد مرة يعني كل المكونات ما حصلكم تفضلوا. يعني مثلا تفضلوا يعني مثلا 2 صويا صوص 2 زيت. عندكم هون جبنة بوك 3. عندكم معكرونة. هلا شوفكم حبة زيت رح طلع. شوفوا 3 حبات. شفتوا كم حبة زيت؟ 3. الزيت قلي طبعا. هذا شو بهار شاورما. ملح. هذا زنجبيل. هذا شو هذا؟ بودرة كاكاو صافي. هي السمنة اللي الوالدة بتعشقها. بقرة الحلو. السمنة بقرة الحلو. يعني جربوها. يعني جربوها. هذا شكلي كمان رح كبكم.